مستمعتنا وصلنا الحروف الزين، ودائما ضيفي في استوديو ربعه اللي منورنا دائما البروفيسور صلاح الدين سلاوي، اخصائي في جراحه التجميل بالرباط. صباح الخير بروفيسور. شكرا شكرا على العبارات اللطيفه. شكرا ليك. ودائما حنا كنتكلموا عن عمليه تجميل، وعلى حسب طلب المستمعين والمستمعات غنتكلموا اليوم على الشفط. هاد العملية هادي اللي كتتم بواحد شكل كبير هنا في المغرب، إمتى بدأت هاد العملية بروفيسور؟ عملية الشفط فعلا هي الآن نقولوا أكثر عملية كتدار في الدنيا باعتبار جميع الاختصاصات، ويمكن هي أهم وأعظم اختراع في جراحة التجميل في هذا السنوات الأخيرة. وهو المحاولة ديال الشفط الدوري، حيث النساء كانوا دائما كيتشكاو وكيعانيوا من الفائضة ديال الشحمة، ومحاولات كانت دارت من قبل في الأول ديال القرن العشرين، ولكن ما كانش ناجحة إلى آخر حتى في الحقيقة الثمانينات، حتى ديك 1982 فاش واحد الجراح فرنسي وكان ساعدني الحظ، كان عندي الحظ والشرف انه اشتغلت معه في السنين الاولى اللي كان كيدير التجارب الاولى ديال الشفط في باريس. دكتور إيلوز هو باقي في الحياه، يلاه توفى هذه السنه هذه، يلاه توفى مسكين هذه السنه، وهو من اصل مغربي كذلك. فهذا الطبيب هو اللي قنن ووضع اللمسات التقنية الجديدة نتاع عملية شفط الدهون، باش عملية شفط الدهون رجعت كتدار بطريقة بسيطة سهلة، حيث ما كاينش الفتح، ما كنفتحوش، ما كاينش الجراحة، ما كاينش أثر ديال الجرح، وواحد الآلات اللي مضبوطة يعني كيجعلوا الفضل باش قنن وعطى القواعد والتقنية ديال العملية. ونقولوا حتى في الاول ملي كان كيدير هذاك، مازال كنذكر في 84 ملي كان توضعنا السؤال على الشحمه اللي كنحيدو ما كتعرفش ترجع. فكنا كناخذوا ملي كنخلص ساليو العمليه كناخذ ديك الشحمه وكنديوها للمختبر في باريس وكنقلبوا نشوفوا علاش، باش نحاول نفهموا. جبرنا انه ما كنشفطوش الشحمه، ما كنشفطوش غير الشحمه، كنشفطوا كذلك واحد الخلايا لي زاديبوسيت. ذاك لي زاديبوسيت اللي كما اللي كتلصق فيهم الشحمه، ومعروف علميا ان هذيك الخلايا الجسم تاع الانسان من فوق 15 عام ما كيبقاش يعاود يصنعهم. فاذا ملي كتشفطوا هذاك الخلايا ما كيعاودش يعوضهمش الجسم، ما كيعاودش يرجعوا. وداك الشيء علاش الشفط ملي كنديروا الشفط شي محل كنحيدوا من الشحمه، داك الشحمه ما كتعاودش ترجع. وداك الشيء علاش يعني كما قلت لك الخلايا، هذاك الخلايا كيصنع لهم الجسم قبل من 15 عام. نعم. داك الشيء علاش كنصحوا الدراري الصغار انه الاولاد ما يعطوش الدراري كثير من السكريات، لانه في هذاك الصغر نتاع الدراري هو فاش كيكبروا راس المال نتاع الشحمه. ايه. الكميه ديال الشحمه. وكينميو هاد الخلايا اللي تكلمتي عليها. طيب تشهرات يعني واسباب الشهره ديالها واسباب النجاح ديالها، يعني اليوم شنو تطور من الثمانينات اليوم؟ شنو تزاد كتقنية جديدة؟ فعلا الشفط كيدار وتنتشر، وعمر شي تقنية جراحية بصفة عامة ما انتشرت ونجحت بحال الشفط. نقولوا ثلاثة الأسباب الأساسيين. أولا حيت بسيطة سهلة، ما كاينش الفتح. هي ماشي عملية جراحية بالمفهوم التقليدي نتاع العملية، ما كاينش الفتح. ثانيا حيت كنديروا غير ثقبة ما فيهاش الميليمات، كندخلوا منها واحد القطيب اللي كيشفط الشحمة، وداك الثقبة براسها ديال الميليمات كتكون مخبية في شي ثنايا من ثنايات نتاع الجسم. ثانيا ما كاينش سيكاتريس، عملية الشفط ما كتخليش سيكاتريس. ثالثا الشحمة اللي قلت لك، الشحمة اللي كنشفطوا ما كترجعش. هذو هما ثلاثة المزايا العظام اللي خلاو عملية الشفط تنجح وتنتشر. زيد على هذا انه المشكل عند النساء كثير، حيت ما كتعرفوا باللي النساء وبالاخص في العالم كله وفي المغرب متاثرين بالموضه الغربيه اللي كتبغي ان الانسان يكون دابا منحوت والجسم ديالو منحوت ويكون ما يكونش سمين الى اخره. المشكل عند عدد ديال السيدات وهو عندهم كل وحده عندها الشحمه في شي موضع عمرك ما كاين، اللي عندها خارجين لي هونش، كاين اللي عندها الفخاد، كاين عندها الكرش، كاين العنق، الدرعان. واخا كدير رياضه
ودي الحميه والريجيم وتضعف كيمكن تضعف تنقص في الميزان ولكن واحد المحلات ما كيبغيوش يضعف واش يخواو لاصق فيهم الشحمه حيت فيهم واحد التراكم نتاع داك الخلايا اللي تكلمت عليهم من قبل ولا مشات حتى سمانت هذوك المحلات هما الاولى كيسمانوا اذا هذا المشكل هذه المحلات هذو اللي كل وحده وفين جاتها لاسباب وراثيه هذيك المحلات ما كينفع فيهم لا رياضه لا حميه ما كينفع فيهم الا الشفط فيعني الشفط هو الحل الوحيد لهذاك المحلات اللي سمان ما كيبغيوش يضعفوا وهذا كذلك هو اللي بغينا نقولوا السبب الرابع الاساسي اللي خلى عمليه الشفط تنتشر وتنجح وعليها اقبال وعليها اقبال لانه هي الحل الوحيد عند واحد العدد نتاع السيدات اللي عندهم هل عندها لي هونش عندها لي كروت عندها كاش ما كتبغيش تحيد لا بريجيم ولا برياضه طيب هذوما الاماكن بروفيسور هما اللي مصح بهم انهم يشفطوا الشفط كيمكن له داك في الجسم كامل المحلات اللي فيهم الشحمه كلها الا يمكن الجبهه فيمكن كي الشفط ديال البطن ولي هونش والجوانب تاع البطن ديال لي كيلو دو شوفال كنقولوا من الارداف كيمكن يدير الشفط ديال المؤخره ديال الفخاد ديال الرجلين السيغان كاين عندهم رجلين مغلاط الدرعين العنق الوجه بعض الاحيان فتقريبا جميع الاجزاء لاي محل فيه الشحمه كيمكن له يدير له الشفط وفي غالب الاحيان عمليه الشفط كنديروا فيها بزاف المناطق في نفس العمل لأن هي نحت عام نتاع الجسم خاص يكون توازن كاين محلات كي خصنا نشفطوا منهم كاين محلات بالعكس ما خصناش نشفطوا منهم كاين محلات بالعكس كي خصنا نملؤوهم كما قلنا سابقا الان عمليه الشفط عملت عرفت واحد عمليه الشفط عرفت واحد الامتداد اخر واحد نجاح عظيم باستعمال هذاك باستعمال داك الشحمه اللي كنشفطوا كيمكننا نستعملوها باش نعمروا مع الاخر فعمليه التجميل هنا كتجاه نحت ديال الجسم الفرنسيه كيقولوا ليبوسكولتور يعني نحت الجسم فيعني كاين اماكن كنحيدوا منها الشحمه وكاين اماكن اللي محتاجه نزيدو كنزيدوها فهذا فعلا كتتم عمليه ديال نحت الجسم في نفس الوقت بالشفط وفي نفس الوقت بالملء بالدهون. طيب السن بروفيسور واحد عنده الرغبه انه يقوم بالشفط امتى يبدا؟ قلتي بان من فوق 15 عام فعلا الشفط كيمكن له يبدا من فوق 15 عام. مازال متذكر انا في الثمانينات كنت وضعت السؤال على الدكتور ايلوز الله يرحمه اللي كان داك فتا هو مقتنع انه يمكن له 15 عام علاش؟ لان كما قلت لك من 15 عام الفوق ما كيبقاش الجسم يخلع يصنع داك الخلايا اذا باش ما كيعاودش ترجع الشحمه الا درتي الشفط قبل من 15 عام المحل اللي حيتم الشحمه كيمكن تعاود ترجع ليه الا بغينا الشحمه اللي شفطنا ما تعاودش ترجع خاص الانسان يديرها من بعد سن المراهقه طيب. من ناحيه اخرى بما هضرت على السن يعني في اكثر من السن اللي كيدخل هي النوعيه نتاع الجلد فكل ما كانت الجلد نتاع السيده او السيد حتى الرجال كيديروا الشفط طبعا بل هناك عمليات خاصه غير ديال الشفط خاصه غير بالرجال شفط تقنيه اخرى مثلا شفط الثدي هذا كاين غير عند الرجال كاين بزاف ديال الرجال كيعانيو من جينيكوماستي كيعانيو من الصدر ديالهم كبير بارز كيضايقهم يخلق لهم مشاكل في اللباس في الحمام في الاخير فعمليه الشفط عمليه بسيطه بدون سيكاتريس كتخلصهم كتقاد لهم الصدر ديالهم فيعني والسن امتى كتوقف عمليه الشفط يعني ما كاينش السن ما كاينش السن اللي كيوقف اللي كيوقفنا ماشي السن هو الحاله الصحيه ثانيا الجوده ديال الجلد حيت خص الجلد اللي غادي يتحيد من تحت منه الشحمه يبقى قابط راسه ما خصوش يترهل فاذا كل ما كان الجلد نتاع السيده إلاستيك بحال اللي قلتي مزيان كل ما يمكننا نحيدوا الشحمه كل ما كان الجلد عيا وفيه الشراطي والشرف كل ما ما يمكنلكش تحيد منه بزاف يمكنلك تحيد غير شويه فلذلك كنصحوا ان السيدات يديروا العمليه ديال الشفط هما مازال صغار ما يسالوش حتى تخسر لهم الجلده ديالهم باش الجلده تحمل هذاك الشفط وتبان النتيجه مزيانه. شكون هما الناس اللي ما مصحش لهم بهذه العمليه؟ الناس اللي ما مصحش لهم بالعمليه طبعا هما الناس اللي قلت لك اما مثلا اللي عندهم جلده خاسره بزاف ما تحملش الشفط او اللي عندهم مانع
صحي حيت عندهم مرض خاطر كياخذوا بحال هذاك لي زونتيكواغول ولا كياخذوا الادويه اللي كتسيل اللي كتجري الدم اللي مضطر ياخذوا عندهم مرض القلب او شي حاجه بصفه عامه كان يعني او عندهم شي مرض مزمن متعقد بحال مثلا يعني امراض القلب او غيرها ولكن قليل يعني في غالب الاحيان اللي كيكون عنده بعض الامراض بحال هكا كيمكن له ياخذ واحد المهله كيتقاد ذاك الدواء يتقاد المرض ديالو وتا كيتقاد السكر يتقاد الضغط الدموي وعاد كيدير عمليه او حتى لا كان كياخذ الادويه اللي كتجري الدم استشاره تاع الطبيب اللي كيعطيه اللي كتب ليه هذاك الدويه كان بالموافقه ديالو كيمكن له يوقف هذاك الا كان ممكن يوقف ذاك الادويه واحد المده وعاود كيمكن له يستفد من هذا العمليه ديال الشفط في هذه العمليه شحال تقريبا كتشفطوا ديال الشحوم اللي منصوح اللي كنصحوا واللي معمول اللي متفقين عليه الاطباء في العالم وهو ما خصناش نفوتوا تقريبا 6 يترو 6 يترو هي 6 كيلو في الجلسه في الحصه ولا تفاتت الا فتي 6 يترو كيمكن تحتاج تضطر تدوز الدم عندي ترانسفيز دو تعطي الدم للسيده فماشي ضروري من الاحسن ماشي لا نوصلوا للجو مهنيا لان من الاحسن من الاحسن ان السيده الزول غير ما تفوتش ما يفوتوش هذاك 6 يترو وتعاود واحد المده من بعد على ما ترتاح على ما تعاود ترجع الصحه ديالها تعاود دير حصه اخرى نتاع الشفط يمكن لا دير اذا كانت محتاجه لحصص كثيره يمكن توزع هذوك الحصص قلت لي قبيله شكون اللي ما يمكنلوش يدير الشفط كاين كذلك الناس اللي عندهم واحد السمنه مزمنه كثر من 130 كيلو 140 كيلو اذا حيت الى 6 يترو ما عندها فين تبان اذا هادو كيخصهم خصهم حلول اخرى بالحميه او هناك واحد النوع اخر دابا من الجراحه اللي كتصغر المعده الى اخره ف يعني من الاحسن الانسان ما يفوتش 6 يترو وان كان سمعنا بعد الادعاءات ان الناس كيفوتوا هاد الكيمياء خصو يعرفوا انه الا فتي 6 يترو او 7 على الاكثر عرفوا ضروري ماشي ضروري خصهم يدوزوا الدم ماشي يعوضوا فالاحسن هي عمليه الشفط كما قلنا من الاول عمليه ممتازه وناجحه لانها بسيطه لانها سهله وبسيطه وكتفرح الناس بزاف خصها تبقى هكاك بسيطه معنا معنا نعقدوها باش نوصلوا للترانسفيجن ندوز الدم الى اخره فهي عمليه ناجحه ومزيانه الان لانها بسيطه خصها تبقى هكاك وباش تبقى بسيطه خصنا نحترموا القواعد وخصها طبعا وان كان بسيطه مالكي ماشي معناتها ان خصها دار في مكان وشكون مكان واخا يطلع عمليه بسيطه خصها دار في القواعد خصها دار من طرف اطباء مختصين في جراحه التجميل وفي المصحات المختصه وماشي في اي وقت في اي مكان وان كان هي عمليه بسيطه ولكن كتخضع لنفس القواعد ونفس الشروط ديال الجراحه بصفه عامه باش تبقى ان شاء الله بسيطه وكتفرح الناس وكتسعد الناس وكتكون نتيجه مذهله ان شاء الله ومرضيه. شكرا لك بروفيسور صلاح الدين سلاوي على كل هاد المعلومات أخصائي في جراحة التجميل بالرباط ونهاية أسبوع موفقة ومفرحة إن شاء الله وكلها إن شاء الله خير ورزق بإذن الله شكرا لكل المغاربة لكم المستمعين شكرا.